توضيحا للسؤال الذي طرحتموه علي والمتعلق بوفاة المرحوم عبد الرحمن اليوسفي، أتقدم بشخصي ونيابة عن كافة أسرتي بأحر التعازي لأسرة المرحوم ولكافة المناضلات والمناضلين بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. حقيقة هذا الشخص هذا بصمة وخلى وترك بصمات في التاريخ، نضالية بعيدة عن الذات، بعيدة عن الأنا، خدمة للمصلحة العامة. أتقدم بخالص التعازي للمرحوم على أساس العلاقة اللي كانت كتربطو مع الوالد ديالي ضالي حدو بن زيد وبسو بمدينة قصب التلة، علاقة كانت لها خصوصيات، وأنا لما ترعرعت وكبرت عشت لحظات مع المرحومين الوليد أب ديالي والمرحوم عبد الرحمن اليوسفي، وكانت عندي ذكريات لن أنساها، منها ما كان استثنائيا ومنها ما كان ظاهرا للجميع. الله يرحم الفقيد. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتكلموا على السي عبد الرحمن اليوسفي رحمه الله، رجل عنده مكانة خاصة عند المغاربة، رجل اللي الناس اللي بحاله قلال في المغرب، الغيورين على البلاد، من احد مؤسسي ما هو مؤسس الحزب الاتحاد الاشتراكي. السي عبد الرحمن اليوسفي حقيقه هو من كيحبوه جميع المغاربه، المواقف ديالو، الطيبوبه ديالو، النضال ديالو، الجهاد ديالو، يعني تجمعت فيه بزاف ديال الحوايج. عبد الرحمن اليوسفي كان شخصيه وكان رجل كيحترموه، يعني وكان قريب عند القلب ديال الحسن الثاني الله يرحمه، عند الملك حسن الثاني الله يرحمه، عند ملكنا محمد السادس نصره الله، يعني كان محترم من طرفهم وكان محبوب لديهم. والسي عبد الرحمن اليوسفي كذلك الا جبدناه غنجبدوا واحد الرجل عنده واحد الوزن وعنده واحد الثقل عند المغاربه وعند الوطن ديالو، وكان يعني رجل محبوب، محبوب ما نقدرش نوصف المغاربه كاملين كيحبوه، يعني عنده مواقف خاصه، عنده مواقف خداها بثابته ووازنه. فهاد المناسبه كنتقدموا بالتعازي ديال التعازي ديالنا للاسره ديالو الصغيره والاسره ديالو الكبيره اللي هي المغاربه كاملين، هادشي اللي غنقدر المغرب كامل خصني نعزيهم فيه ورحمه الله، الله يرحمه الله يرحمه الله يرحم السي عبد الرحمن اليوسفي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا لله وانا اليه راجعون. رحم الله الفقيد ورحم اللهم ارحمه واجعله من مع الشهداء. السي عبد الرحمن اليوسفي صراحة هو رجل الدولة، من رجالة الدولة الكبار، رجل أيقونة الأخلاق، أخلاق في السياسة، رجل التواضع، تواضع ديال الكبار، رجل صراحة اللي كان من مؤسسي العمل الحقوقي والعمل السياسي والعمل النقابي بالمغرب، رجل جيش التحرير ورجل المقاومة، يعني المجال لا يتسع في ذكر الخصال ديال هذا الرجل. رجل اللي ساهم بشكل اساسي في تجاوز السكته القلبيه بالمغرب، السكته القلبيه اللي تكلم عليها انذاك المرحوم الحسن الثاني رحمه الله. صراحه ما يمكن لي نقول في هذه المناسبه الا يعني ان هذا الرجل، هذا رجل يعني اللي رجل ديال المغاربه، يكون له المغاربه كل الاحترام والتقدير. وانا من موقعي ومن موقع يعني التنظيم ديالي يعني كنبغي نقدم في هذه المناسبه هذه لتعزية لجميع المغاربة عموما والأسرة الفقيد الكبيرة والصغيرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون.